ضياء المزيد عن هذه الزيارة التي وصفت بالاستثنائية. فعليا هذا حدث نادر إنجاز التعبير في كوثر لزيارة الرئيس الفلسطيني لمدينة فلسطينية وهي جنين. لم يزر الرئيس الفلسطيني في حياته سوى مدينة أريحة حيث كان يهم بالسفر، وكذلك بيت لحم عند انطلاق أعياد الميلاد المجيد. هذه المرة سيزور الرئيس الفلسطيني مدينة جنين ومخيمها. بعد 11 عاما من هذا الانقطاع سيكون الرئيس الفلسطيني في مخيم جنين عند الساعة 12:30 على متن مروحية أردنية ستقله من مدينة رام الله برفقة وزير الشؤون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكذلك رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج سيرافق الرئيس في زيارته إلى مخيم جنين. الجدول فعليا لربما هو زيارة تفقدية في طبيعة الأحوال، ولكن أيضا قبل قليل تم إلغاء لقائه مع الفعاليات الشعبية داخل المخيم لأسباب لا نعرفها على وجه التحديد. لكن أيضا في هذا الشأن سيكون رئيس الحكومة الفلسطينية أيضا في مدينة جنين وفي مخيم جنين لاستقبال الرئيس الفلسطيني برفقة أيضا أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح، وكذلك أيضا محافظ مدينة جنين أكرم الرجوب سيكون على رأس المستقبلين للرئيس الفلسطيني محمود عباس. لكن فعليا كوثر هذه الزيارة ينظر لها في مضمونين أو هدفين. الهدف الظاهري وهو أن الرئيس يريد الاطلاع على أحوال مخيم جنين وأن يشرف على سير إعادة الإعمار في مخيم جنين، خصوصا بأن هذا المخيم يحتاج إلى أكثر من 20 مليون دولار لإعادة لربما إعماره بعد العدوان الإسرائيلي الذي استمر لمدة 48 ساعة وأسفر عن 12 شهيدا وتدمير أكثر من 400 منزل وإيقاع عدد كبير من الأضرار المادية التي شهدناها على طول 5 كيلومترات داخل المخيم. تم تدمير الطرق، تم تدمير شبكات المياه والكهرباء. ولكن هدف الزيارة الغير معلن فعليا وهو الهدف لربما الباطني لهذه الزيارة كما يقول بعض المراقبين هو إرسال رسالة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي بأن السلطة الفلسطينية موجودة وأنها لن تسمح بتكرار ما حدث في قطاع غزة بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة وبعد ذلك. لكن هناك خشية أيضا فلسطينية من هذا الأمر، خصوصا مع تصاعد إطلاق القذائف محلية الصنع تجاه مستوطنات إسرائيلية على حدود مدينة جنين وتبني القسام بذلك، وكتيبة العياش أيضا تبنت إطلاق هذه الصواريخ. انظر إلى هذا الأمر بأنه خطير وربما مقدمة لأن تكون هناك معادلة أخرى في الضفة الغربية. بطبيعة الحال أيضا بعض المصادر تحدثت لنا بأنه يجرى الإعداد في الوقت الحالي للقاء لربما يجمع الرئيس الفلسطيني بوزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت. هناك اقتراحات كان قدمها رئيس الدولة الإسرائيلي يتسحاك هيرتسوغ، كان قدم اقتراح بأن يتم استضافة هذا اللقاء في منزله في مدينة القدس ويضم يوآف جالانت وزير الجيش وكذلك أمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ وكذلك أيضا اللواء ماجد فرج. لكن هذه المصادر لم تتأكد بشكل أو بآخر، ولكنه يجرى الإعداد لربما لهذه المرحلة، خصوصا مع قول إسرائيل بأنها لن تسمح بانهيار السلطة وأنها ستقوم بعدة إجراءات لربما لتعزيز مكانتها في ظل حالة الضعف الشديد التي تعتري السلطة الفلسطينية.